الحب حرام أو حلال، حب الله ورسوله وحب أهل الإيمان وحب من شرع لك أن تحبهم كالزوجة ونحو ذلك حلال، أم تحب امرأة أجنبية؟ الحب محله القلب، ما التوابع لهذا الحب؟ افترض أنك أحببت فتاة دمها خفيف وقعت في قلبك، وقعت هذه الفتاة في قلبك، ماذا تصنع؟ التوابع هي التي تحكمك، وإلا الحب الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما تستطيع أن تقذف عن قلبك حب فتاة ولا تستطيع أن تدخل قلبك حب فتاة. إن الله قال في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فقذف الله حب موسى في قلب من رآه. وكذلك هي جويرية بنت الحارث المصطلقية جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تريد هو أن تستأذن لها في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تستعينه في مكاتبتها لما وقعت في السبي، فجاءت إلى عائشة قالت عائشة وكانت امرأة جميلة ملاحة لا يراها أحد إلا وقعت في قلبي، فكرهت دخولها علي وكرهت أن أدخلها على رسول الله، ولكن لم أجد من ذلك بدا فأدخلتها على الرسول. قالت يا رسول الله إني جويرية بنت الحارث المصطلقية، قد حل بي وبأبي وأهلي من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس وكتبت عن نفسي وجئت أستعينك في قضاء مكاتبتي. قال عليه الصلاة والسلام هل ترضين أن أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت نعم قد رضيت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.